أمثال محرمة للأسف الشديد أغلبنا يستعملها في حياته اليومية، أمثال شعبية تخالف العقيدة، احذرها لقد حذر منها الله، فبعضها يشتمل على الشرك بالله. أول هذه الأحكام الشعبية هي: من علمني حرفا صرت له عبدا، أي إن تقدير العلماء فرض لكنه لا يصل إلى حد العبودية. ثانيا، مثل الذي يقول لا يرحم وما يخلي رحمة ربي تنزل، هذا إفك عظيم، فرحمة الله لا يستطيع أحد دفعها، حيث قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. مقولة أخرى نقولها جميعا: أنا العبد المأمور، العبودية والأمر لله فقط، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هناك أيضا المثل الاجتماعي الذي يقول: الأقارب عقارب، وهذا حرام شرعا لأنه يؤدي إلى قطيعة الأرحام. ساعة لقلبك وساعة لربك، يعنون بهذا المثل جواز اقتراف المعاصي، وأن الحياة لازم تكون شوية معصية وشوية عبادة، وهو ما ليس موجود في شرعنا. رزق الهبل على المجانين، هذا القول يدل على خلل عظيم في الاعتقاد، فالرزاق هو الله وحده، ولا يوجد بشر أو ملك أو إنس أو جن أو حيوان إلا ورزقه على الله سبحانه وتعالى. ثور الله في برسميه، هناك سوء أدب مع الله تعالى، فهل هناك ثور لله تعالى وثيران لغيره؟ فيدل هذا المثل على أن الله ثور، ويصفونه بأنه ثور غبي كسلان، هذا علاوة على إهانة الإنسان ووصفه بالحيوان البهيمة. حاجة تقصر العمر، وهذا باطل، فالعمر محدود لا يستطيع كائن أن يقصره، قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون. وهذا إضافة إلى أمثال أخرى، كالذي يقول: العمل عبادة، فدائما يستعمله من لا يصلي، وهذا خطأ جسيم، فالعمل لا يكون بديلا للعبادة، وإن كان يؤجر العبد على قدر الإخلاص فيه، إلا أنه لا يرقى لمرتبة الصلاة أو العبادة، بل إنما أي عمل يلهي عن طاعة الله فهو عبادة للشيطان وليس عبادة للرحمن. أضف إلى ذلك، بعض الناس يقولون: إن كان لك عند الكلب حاجة قل له يا سيدي. مثال آخر يقول: اتمسكن حتى تتمكن، وهذان يدلان على الذل والانكسار لغير الله سبحانه وتعالى.